In certain villages, when people are there by misery, you barely see flowers, you barely see a good grocery. And in other places, people are there creating life, bringing life, and happy to be there. أنا ضيعة حياتي. أنا خلقت هون وربيت هون وجوزت هون وولادي هون. إذا بغيب عنا ربع ساعة بحس حالي بغربة كبيرة يعني. نحن المي حياتنا هون بالجبل. بالمزارع حياته المي، بدون المي ما في حياة. المينا حلوة. شو ما بدك بتطال فيها وكلياتهم عبارة عن سوق واحد، يعني بتفوتوا من السوق بتشتري ذهب، بتشتري أكل، بتشتري خبز، بتشتري مي، شو بدك من قلب السوق، لفة صغيرة وبترجع على بيتك. وهي عبارة عن بحر. إذا السمكة بتشيلها من البحر بتموت، ونحن إذا بنطلع من المينا بنموت. We have to think that staying in the countryside should be a choice and not a result of a no choice. Everyone and everything has a service or a product to sell, and we forget that every time that we develop more cities, we need to develop where to feed them, which is the rural areas. اسمي جريانة كلداني، بشتغل هون مع الشباب بالمعمل. من زمان أهلي كان عندهم كانوا مربيين بقر، وكانت المرحومة خالتي تعمل هيدي الجبنة، وأنا بحب هيدا الشغل. بموضوع إنتاج الحليب الحرارة شغلة كثير أساسية، بالأخص إنه إحنا عم نشتغل ببرودكت ناتشورال برودكت. مشان هيك لما كنا نوزع قبل كنا نعاني من المشكلة هاي، لأنه مش ما كنا نقدر نتحكم بشكل صحيح بموضوع حرارة البرودكت تيوصل للزبون. نحن هلا موجودين بمعمل التقطير تبع هيدي التعاونية، معمل تقطير المزهر والموارد. قبل ما يصير في معمل بال 2007 كان الزهر ما له قيمة، لأنه الزهر ما ده ثاني يوم بينتزع الزهر. المي عم بتروح من هون من النبع بتروح على الضيعة على بستين، على بستين كلها بستين تفاح وخضرة. ويصال ربع المي ويمكن ما يصال، لأنه كمية المي كانت تروح بالتشققات أنا قديم. دعم سيل كثير مهم، لأنه عندنا مثلنا مكانات كثير بتسهل الشغل. يعني بتفرم، بتقشر، بتعصر. أنا إذا عندي كمية كبيرة من التفاح ما بقدر أهرمها على إيدي. لما إجانا البيك أب من سيل صار البيك أب تبعنا درجة حرارة البضاعة بقلب البيك أب هي ذاتها نفس درجة الحرارة يلي موجودة عندنا بغرف التبريد تبعنا. هلا بتقوم شركة سيل بتقدم مشروع قساطر تختصر المسافة يعني، والاثنين إنش عم بيصالوا 2 إنش. يعني كمية المي هي ذاتها، ما راح منها أي هدر ولا ما راح شي داعي. لما ساعدتنا مؤسسة سيل نيويورك بكاركتين كبار صار عندنا قدرة أكثر نستوعب تقطير، يعني بدال 500 صرنا نقدر نقطر بالنهار 800 850 كيلو زهر. يعني صار عندنا استقرار بنوعية البرودكت، أوكي؟ وصرنا نقدر لأنه كلفتنا نزلت، صرنا نقدر نوصل على أكبر عدد ممكن من الزبونات. لبنان ليفز on the Lebanese diaspora money. And I think this is economically, it's something so important for the Lebanese living in Lebanon. لو عنا اشياء كتير متطورة اكتر كتير بيساعد كتير بتسهل الامور يعني. سيل فيها تساعدنا بكتير شغلات، تنظيم يكون عنا نظافة، وتاني شيء بتضب اجيال من الشباب بالعمل. اذا كبر المعمل كثير في اشخاص بتتمنى انها تجي تشتغل. It's not about it being patriotic, it's about you know what this land gave me. It gave me life, it gave me opportunities, it gave me wonderful people. If it gave me so much, what do I have to give in return?